السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة زينو جيمرز. اليوم سوف نقوم بشرح لعبة العالم المفتوح والاستكشاف الجديدة واسمها وايلدرليس. اللعبة صراحة رائعة جدا، وأيضا يمكنك الزيادة في الجرافيكس. شاهدوا هنا أيضا العوالم التي يمكنك اختيارها، هنا العالم الأول، العالم الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، هناك العديد من العوالم كما تشاهدون. نقوم باختيار العالم الأول على هذا الشكل، شاهدوا نختار هكذا. هنا أيضا يمكنك اختيار جودة الجرافيكس على حسب قوة الهاتف، سوف أقوم باختيار هنا الترا كواليتي هكذا وننتظر قليلا. صراحة اللعبة بها موسيقى رائعة وأيضا عالم مفتوح ورائع، يمكنك استكشاف هذا العالم بهدوء تام. الآن ننتظر قليلا. كرييتين وورد، اللعبة أيضا تشتغل بدون انترنت بحجم 135 ميجا، سوف يوجد رابط تحميلها أسفل الفيديو. ننتظر قليلا أيضا بدون فك الضغط، تثبيت مباشر، لن تحتاج إلى نقل ملفات أو أي شيء من هذا القبيل. كما تشاهدون ها هي اللعبة، شاهدوا الأشياء التي يمكنك فعلها. هنا الكوخ، هناك أيضا النيران، شاهدوا هناك العديد من الأشياء، وكما تشاهدون ها هو الكوخ الذي صنعناه، شاهدوا ها هو الكوخ الذي صنعناه. هنا أيضا الإضاءة، شاهدوا العالم الكبير الخاص باللعبة، شاهدوا يعني الألوان الرائعة الممتازة. هنا يمكنك القفز على هذا الشكل، أوه يقفز في الآلة، شاهدوا هنا يمكنك التقاط صورة، شاهدوا أيضا الآن التقطنا صورة لهذا العالم ولهذه الصورة هكذا، أوه شاهدوا نحن الآن نرى من الآلة، أوه الثلوج تتساقط، شاهدوا هنا عمل زوم هكذا، ها هي الزوم. الآن نقوم بالذهاب هناك، هيا، أوه اللعبة رائعة كما تشاهدون. آه هناك سفينة، أوه شاهدوا، هيا نعمل زوم، هكذا، نقوم بالذهاب إلى تلك السفينة، أين شاهدتها؟ ها هي السفينة. يعني نقوم بالذهاب من هنا، الثلوج تتساقط كما تشاهدون. الموسيقى الخاصة بهذه اللعبة أيضا رائعة. نقوم بالذهاب إلى السفينة، آه هناك السفينة. هكذا. أوه اللعبة صراحة هادئة جدا. لعبة عالم مفتوح. والاستكشاف سوف تنال إعجابكم بكل تأكيد. ها هي السفينة كما تشاهدون، هيا جيد، الآن نقود السفينة، شاهدوا أوه شاهدوا السفينة رائعة، يعني اللعبة 3D. هنا يمكنك قيادة السفينة، شاهدوا تجربة قيادة السفينة أيضا رائعة. ها هي الشخصية الخاصة بنا، نقوم الآن بالخروج، أوه شاهد، واو واو واو، اللعبة رائعة جدا، شاهدوا الأمطار أيضا، شاهدوا هذه المياه أعتقد الساخنة والحامات، أوه شاهد يمكنه أيضا الصعود فوقها لأنها تقوم برفعه. ممتاز جدا، يمكنك استكشاف العديد من الأشياء، هذا فقط العالم الأول، هناك العديد من العوالم، وأيضا يمكنك يعني صناعة أو إنشاء منزل خاص بك في هذا العالم الجميل. وايلدرليس، سوف أقوم باختيار هنا، شاهدوا. شاهد الكوخ الذي قمنا بصناعته، ها هو الكوخ يمكنك الدخول إليه، شاهد جميل جدا، يمكنك تشغيل يعني إشعال النيران، ها هي هاي النيران، هنا يمكنك وضع مصباح، ها هو المصباح، يمكنك وضع كرسي هنا أيضا، شاهدوا ها هو الكرسي في الداخل، الكرسي لا يوجد هنا، إذا هو هنا في الخارج، أيضا لا يوجد هنا، شاهدوا النيران أيضا.
جرافيكس ممتاز كما تشاهدون. شاهدوا ايضا هنا يمكن التحكم في الطقس، شاهدوا هنا النهار كما تشاهدون، هنا الليل شاهدوا، ها هو النهار، هنا ايضا سان سبيد سرعة الشمس، ممتاز جدا. هنا الدي كلر الالوان سترينج دراما كما تشاهدون، لك العديد من الاشياء هنا، ويذر طقس شاهدوا الامطار، ها هي الامطار شاهدوا كما تشاهدون الامطار، هناك العديد من الاشياء التي يمكنك فعلها، ويذر هنا ايضا ووتر المياه كثيرة، هناك العديد من الاشياء، هنا الصن ايضا، هناك العديد من الاشياء التي يمكنك فعلها في هذه اللعبة، هنا الافكت شاهد الافكت ايضا يمكنك التعديل فيها، رائع جدا صراحة، اللعبة ممتازة ويمكنك التحكم في العالم كما تريد، شاهد العالم جميل للغاية، وهو يقفز هذا شاهد. أو شاهدوا أيضا يمكن التحكم في الشخصية، يمكنك تغييرها هنا، يمكنك يعني التغيير إلى دب، شاهدوا يمكنك أن تعيش حياة الدببة شاهدوا، أو ها هو الدب ممتاز جدا، وأيضا شاهدوا المودات تشينج يعني هنا أيضا ثعلب شاهدوا، واو شاهدوا الثعلب أيضا، يمكنك أيضا أن تستخدم شخصية ثعلب، هناك أيضا العديد، هنا أيضا شاهدوا حصان، حصان سحري، واو شاهدوا الحصان ممتاز جدا، لعبة رائعة جدا، أنصحكم بشدة بتجربتها لأنها أولا رائعة، وثانيا تشتغل بدون إنترنت، وأيضا بحجم مناسب شاهدوا الحصان، وأيضا هناك الحيوانات سوف نرى ماذا يوجد، هنا الصقر شاهدوا، أوه شاهدوا، واو رهيب صراحة، لم أجرب أي لعبة مماثلة لهذه اللعبة، هناك العديد من الاختيارات والعوالم، لم أجرب أيضا العوالم الأخرى، هذا فقط عالم واحد، وشاهدوا كم هو رهيب، شاهدوا الحصان هذا، واو، أوه حياة الصقور رائعة جدا، تخيل أن تكون لك القدرة على الطيران في السماء، فهذه من أفضل الأشياء التي سوف تحصل عليها، نقوم باختيار أيضا آخر حيوان، ماذا يوجد هنا؟ أوه ذئب، واو شاهدوا الذئب، رهيب، سوف أقوم باسترجاع الشخصية الأساسية، الشخصية الأساسية أين هي؟ أوه هناك أيضا، ها هي الشخصية الأساسية كما شاهد، يمكن أيضا تغيير الملابس شاهد، أوه نختار هذه. جيد، هناك العديد من الأشياء، هنا الشعر شاهدوا، هناك العديد من الأشياء التي يمكنك فعلها هنا، هنا قناع أيضا، رهيب جدا، شاهدوا الشخصية، يمكنك تصميم شخصية خاصة بك، أوه رهيب، شاهدوا العالم الثاني كيف يبدو، هذا عالم ثاني، هناك العديد من العوالم. أو شاهدوا العالم الثاني أيضا، نقوم بالتغيير في يعني نقوم بتعديل في الشخصية هكذا، الألوان هذا اللون أفضل، نقوم بنزع هذه ونضعها، نضعها أحسن، هنا اليد كما تشاهدون هكذا، هكذا ونخرج، شاهدوا الشخصية كيف أصبحت، واو قمنا في التغيير في الشخصية أيضا، شاهدوا العالم الجديد الذي اكتشفناه أيضا أو قمنا بفتحه، هناك العديد من العوالم، أكثر من 10 عوالم، رائع جدا، أنصحكم بشدة بتجربة هذه اللعبة الرائعة التي سوف تتيح لكم العديد من الاختيارات والصلاحيات، وأيضا سوف تشعركم بإحساس رائع جدا، لا تنسوا الضغط على زر لايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم، سوف نضع رابط اللعبة أسفل الفيديو، وإلى اللقاء في فيديو آخر.